مكرونه محمره، محتاجين كيس مكرونه مرمريه اللي هي اصغر، الخواتم اصغر من الخواتم على طول. عايزين فلفل رومي مكعبات، طماطمايه او اتنين مبشورين، ممكن نحط صلصه وممكن نستكفى بالطماطم، وفي ناس بتعملها من غير طماطم ولا صلصه اصلا. محتاجين معلقتين كبار من السمنه، محتاجين مرقه وملح وفلفل. تركات بقى المكرونه الطيبه دي ايه؟ هقول لكم. اولا ان هي تبقى متحمره بسمنه بلدي او بسمنه نباتي بطعم وريحه النكهه البلدي، تمام؟ فيعني عشان لو ما عندناش سمنه بلدي، بس هي عشان مكرونه قديمه وكان زمان السمنه البلدي موجوده في كل البيوت ومتوفره طول الوقت، فكانت النكهه الاساسيه فيها السمنه البلدي. وايه كمان؟ الفلفل الاسود الزياده شويه. الفلفل الاسود يزيد سنه، فمع السمنه البلدي مع طعم المكرونه وهي بتبقى ساعات مسقيه شوربه مرقه، يا اما بنحط لها مكعب المرق، فهي اصلا ممكن تتعمل بميه عادي خالص ونحط لها مكعب المرقه، او ان احنا نعملها بمرقه فراخ حقيقيه يعني. المهم نسخن الحله فيها السمنه بتاعتنا واللي هي المفروض تبقى سمنه بلدي زي ما قلت لكم، وشويه زيت مثلا لو حابين سمنه وزيت، بس يعني لو سمنه بس بيكفي. ونبتدي نحمر المكرونه زي اللسان عصفور كده. احلى نوع مكرونه بيطلع معاها هي المرمريه او الخواتم. انا بصراحه كل واحد كده عنده نوع مكرونه مفضل ونوع مكرونه بيستغلسه. انا بستغلس الخواتم في كل احوالها، بالصلصه، بالطماطم، باي حاجه انا بستغلسها. فلو جيت اختار هختار ايه؟ هختار المرمريه. سهله قوي في التحمير، ان احنا نقدر نحركها كده فتاخد كلها لون واحد على قد ما بنقدر انها تبقى كلها لون واحد. اول ما تبتدي يبقى لونها بني فاتح مش جولد، لان الجولد دي او الذهبي دي شويه لما هنحط لها المرقه او الميه حتى هتفتح، فاحنا عايزينها بني فاتح علشان لما تفتحها تبقى لونها حلو كده. فالمرمريه بالنسبه لي من الطف الانواع اللي ممكن استخدمها، وهي دايما لما بنحمر مكرونه في البيت بنحمرها يا مرمريه يا بنحمرها خواتم. فنحمر المكرونه كده ونبقى مجهزين جنبنا بقى المرقه. طبعا يستحسن انه لو هنستخدم مرقه نستخدم المرقه الباودر. ايه؟ ليه؟ بصوا اهي ابتدت كلها تدخل في المود، كلها تبقى نفس اللون. خدوا بالكم بقى عشان ايه، لازم نقلبها تقليب مستمر كده من الجناب اللي في النص ومن النص للجناب عشان كله ياخد نفس اللون، عشان ما تلاقيش واحده محروقه، والمحروقه دي بتبقى ريحتها مش حلوه، يعني بتدي ريحه كده في الحله سخيفه. عايزه كله يبقى متحمر وواخد نفس اللون، ما بتاخدش وقت في السوى خالص. مقشي قوي برضو حتى لو هي هتفتح، مش عايزين نغمق بزياده. ونبتدي دلوقتي نتبل ونبهر. اولا بنحط الميه، لحد ما تغطيها كده زي ما احنا شايفين. ونبتدي بقى نحط المرقه، انا بحط مرقه باودر. هحط طماطم مبشوره. في ناس ما بتحبش تحط طماطم مبشوره، اوكي مفيش مشكله، بس بتديها طعم بصراحه، طعم لذيذ. ممكن تستكفوا بالطماطم وما تحطوش صلصه، وممكن تحطوا كده على طرف المعلقه معلقه صلصه صغيره. الاضافه بتاعه الفلفل الرومي انا مش عارفه الحقيقه اذا كل الناس بتعملها ولا انا بس اللي بعملها، بس بتدي ريحه خطيره للمكرونه دي. فاذا بتحبوا الفلفل الرومي ممكن تزودوا قرن فلفل رومي متقطع مكعبات، بيبقى تحفه، خطير خطير. فلفل اسود زياده زي ما اتفقنا، مفيش بهارات كتير، هو بس الفلفل الاسود اللي بيبقى بزياده شويه، وطبعا الملح. نقلب
كل بهاراتنا كده واشيائنا ونوزعها كويس ونسيبها على نار هاديه تستوي وتتشرب. ويا ريت يا ريت ما تسيبوهاش تتشرب على الاخر قوي، يعني سيبوا شويه كده شويه ميه بشوربه كده في الاخر بحيث تبقى طريه مش ناشفه. يعني انا احب لما اخد تبقى مسقسقه كده ونوطي على طول لان هي بتتشرب على طول ما بتاخدش وقت فيها بقى ايه متسقسقة كده شوية وتحسوها واخدة لون حلو قوي. بصوا بقى معلقة الصلصة مش باينة، الطماطم مش باينة قوي بس بتدي لون بني بحمار كده مظبوط. ما تزودوش الصلصة قوي وانتوا تطلع لكم التكة دي مظبوطة جدا جدا. احب ادوق عشان لو محتاجة تكة مية كمان وهي لسه ما استوتش بسيطة قوي عشان نحتفظ بشوية ايه السقسقة اللي قلنا عليها. واحب كمان اضيف تاتش فلفل اسود تاني، ولو اني عارفة هتقولوا لي ايه ده كل ده فلفل اسود، جربوها بس. طبعا المكرونة الحلوة بتاعتنا ما بتتزينش، هي حلوة كده وجميلة كده من غير ما تتزين. بصوا بقى شوية الصوص اللي في الاخر السمنة دول مع شوية شوربة صغنطتين كده يخلوها طرية ومسقسقة وجميلة. ادي المكرونة المحمرة بتاعتنا.